السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ أول محاضرة إن شاء الله في مادة اسمها القياسات، والمادة دي بتميل إلى النظر شوية عن المسائل، عشان كده محتاجين إن حضرتك تكون مركز في المذاكرة بتاعتك. أول شابتر عندنا بيتكلم عن شوية مفاهيم وتعريفات. تعالوا كده نتعرف مع بعض يعني إيه كلمة قياسات. كلمة قياسات يعني إن إحنا نحول الخواص الفيزيائية زي الضغط وزي درجة الحرارة زي الحجم إلى أرقام، إلى حاجة ملموسة نقدر نتعامل معاها. وبالتالي قياسات يعني إحنا نقول عندنا درجة الحرارة بكام، الحجم بكام، الفولت بكام، الأمبير بكام. دي اسمها قياسات، تحويل استيميشن أوف فيزيكال فاريبل باي ميجرمنت، إن إحنا بنحول الخواص الفيزيائية إلى أرقام نقدر نتكلم عنها. لو أنا عايز أعمل عملية قياس لازمني شوية مكونات لإجراء عملية القياس. لو أنا بتخيل إن عندي شافت بيلف بسرعة دورانية ار بي ام، وعايز أقيس الار بي ام بتاعت هذا الشافت، فلازمني إيه عشان أقيس الار بي ام بتاعت هذا الشافت؟ أول حاجة أنا محتاج سنسور، سنسور يعني حساس، والحساس ده وظيفته إيه؟ وظيفته إن هو يحس بالخاصية الفيزيائية، يعرف إن في شافت بيلف أو يعرف إن في درجة حرارة أو يعرف إن في ضغط، وبعدين الحساس ده بيرسل إشارة إلى حاجة اسمها ترانسديوسر، مكبر، بيكبر الإشارة، يوضح الإشارة اللي هو أسهج للترانسديوسر ده، وبعدين يجي الراجل يقرأ من على المؤشر اللي بنسميه أكتويتور، أكتويتور ده الحركة بتاعت المؤشر نفسها، تقرأ من على المؤشر كامل. يبقى أنا محتاج عشان أعمل عملية قياس محتاج إلى سنسور يحس بالموضوع، اكتويت ترانسديوسر يكبره، واوت بوت اللي هي الاكتويتر اللي عندنا. لو انت اتكلمت عن السنسور، السنسور الحساس هو ده اللي بيشعر بالخاصيه الفيزيائيه، هو ده اللي بيبعت الاشاره للترانسديوسر اللي هو بيقوم بتكبير الاشاره او توضيح الاشاره، وساعات يحولها الى اشاره كهربائيه، ثم بعد ذلك الترانسديوسر يبعتها لمين؟ للاكتويتر اللي هو المؤشر، يتحرك يمين ويتحرك شمال عشان خاطر حضرتك تاخد الجرايه اللي عندك. يبقى انا عشان اعمل عمليه قياس محتاج سنسور، محتاج ترانسديوسر، محتاج اكتويتر. سنسر يحس بالخاصيه ميجرمنت، وبعدين بروسيسور او اللي هو ترانسديوسر يكبرها او يحولها، وبعدين بعد كده الاكتويتر المؤشر بيتحرك عندنا. الاهم في الموضوع السنسور اللي بيرسل الاشاره للاكتويتر عشان خاطر يبدا يتحرك عندنا. ده مفهوم القياسات. لو جيت طبقت على الترمومتر اللي بيقيس درجه الحراره اللي عندنا، ده هو الترمومتر. السنسور اللي بيحس هو عباره عن البلب، البلب الموجوده دي هي عباره عن بلب فيها زئبق، ده السنسور اللي انت بتحطه في المكان اللي بيقيس درجه الحراره اللي عندنا. اول ما نحط البلب دي في درجه الحراره اللي احنا عاوزينها، هيبدا الزئبق ده يتمدد في الماسوره دي، الماسوره دي هي الترانسدوسر اللي عندنا، اصبح الزئبق بيتحرك جوه الماسوره، وبعدين تبدي انت سيادتك تقرا على التدريج ده بدرجه الحراره كام. التدريج ده هو اسمه الاوت بوت او اسمه الاكتويتر اللي عندنا. يبقى هم دول الثلاث حاجات اللي انا محتاجهم، سنسور بحس بدرجه الحراره، ماسوره بتكبر لي الزئبق عشان اقدر ارامل على الماسوره اللي عندنا دي كمان التيوب، وبعدين تدريج على الماسوره عشان خاطر التدريج ده اهو ناخد قرايه درجه الحراره عندنا هتبقى بكام. يبقى عشان اعمل سيستم قياس لازم لي سنسور حساس، لازم لي ترانسديوسر مكبر، لازم لي كمان اكتويتر مؤشر يتحرك يمين وشمال او يديله حركه عشان نقدر نقرا اللي عندنا دي بكام. عايزين نقيس ايه؟ ايه اللي احنا عايزين نقيسه؟ كل حاجه عايزين نقيسها. عايزين نقيس شويه خواص ميكانيكال، شويه خواص ثيرمال، خواص الكتريكال، ماجنتيك، راديال، كيميكال، كل حاجه. الميكانيكال عايزين نقيس الطول والمساحه والحجم والضغط والتورك والويف لينس والانتنستي، الثيرمال عايزين نقيس درجه الحراره والانتروب والهيت فلو وكل حاجه، الالكتريكال عايزين نقيس الفولت والتيار والامبير، الماجنتيك عايزين نقيس شده المجال المغناطيسي والقوى المتولده والفلد المغناطيسي، الراديانت عايزين نقيس الويف لينس بتاع الاشعه اللي تنتشر بالاشعاع، وكمان الكيميكال عايزين نقيس مكونات الماده وتركيز الماده وكل حاجه. يبقى كل الخواص اللي عندنا عايزين نقيسها، سواء كانت ميكانيكيه او كهربيه او سيرمال، اي حاجه، كل الخواص دي المفروض ان كل واحد من دول له جهاز قياس بنبدا نقيس بيه. قبل ما نخش في الاجهزه والكلام ده، تعالى بينا نتعرف على شويه تعريفات.
دي عبارة عن سيستماتيك دروينج ليه غرفة، وكنا عايزين نظبط التكييف بتاعها، فبنحط سنسور هنا يحس بدرجة حرارة الغرفة ويعرضها لك على شاشة التكييف، عجباك درجة الحرارة دي ولا مش عجباك، تقدر عن طريق التكييف انك تغير درجة الحرارة الأعلى. يعني الأصل في الموضوع إن في سنسور هو اللي بيحس بدرجة الحرارة ويبعت لك إشارة إن إحنا عاوزين نغير هذه الدرجة أو إن إحنا نحافظ عليها زي ما. لو جينا نصنف السنسور او الاجهزه اللي عندنا، قال لك والله عندنا ثلاث تصنيفات. التصنيف الاولاني على حسب باور سبلاي ريكويرمنت، هو محتاج باور عشان يشتغل السنسور ده ولا مش محتاج باور؟ مش محتاج باور بنسميه باسيف، وساعات تسميه سيلف جنريتنج، يعني هو مشغل نفسه الترمومتر كده، الترمومتر ما هوش محتاج باور خارجيه عشان يشتغل، الترمومتر تحطه في الزئبق او تحطه في درجه حراره، الزئبق تتمدد ونحصل على درجه الحراره اللي عندنا، يبقى اذا الترمومتر ده هو باسيف، يعني مش محتاج باور خارجي عشان خاطر نقدر نشغله، اسمه باسيف انسترومنت او باسيف سنسور. بينما في نوع تاني من السنسور هو اكتف، اكتف محتاج باور خارجيه عشان خاطر نشغله، زي ايه؟ زي قياس الفولت والتيار والمقاومه، الاجهزه دي كلها بيسموها السيرميستور، الاجهزه دي وظيفتها انها تقيس تيار وفولت ومقاومه، وبالتالي اكيد ان احنا لازم نحتاج باور خارجيه عشان نمشي التيار فيها. فعندنا اما باسيف لا يحتاج الى باور خارجيه، او اكتف بيحتاج الى باور خارجيه عشان يبدا يشتغل هذا السنسور اللي عندنا. رقم اثنين عندنا اجهزه انالوج، انالوج يعني عندنا مؤشر بناخد القرايه من عليه، انالوج عندنا مؤشر بناخد القرايه من على التدريج بتاعه، وفي ديجيتال اللي هو بيعرض لنا ارقام، وواضح طبعا ان الديجيتال دي سبيسيفايد بيديك رقم اهو تقدر تقراه، بينما الانالوج ده لا، انت بتقرا من على التدريج اللي بيتوقف على المسافات وعلى الفول سكيل بتاع الجهاز اللي عندنا، ده اسمه انالوج وديجيتال. في كمان الديفليكشن والنل. الديفليكشن يعني جهاز له مؤشر، جهاز له مؤشر، جهاز بتحط عليه وزن محدد يديك الاشاره بتاعت الوزن اللي عندنا بكام. بينما النل ده لا، دي عمليه معايره بين حاجتين من نفس النوع، عمليه معايره ان انت ما عندكش اوزان ولا ما عندكش ديفليكشن، فبتعاير ماده بماده ما معروفه او ماده استاندرد عندنا. يبقى ديفليكشن يعني انت بتوزن حاجه في مؤشر بيتحرك عشان يديك القيمه اللي انت عاوزها، بينما النل ده انت بتعمل عمليه معايره لحاجات بدون ما يكون عندك مؤشر ولا مقياس. الفاريبل اللي احنا بنقيسها، احنا عندنا الفاريبل دي اربع انواع. اول حاجه اسمها اندبندنت فاريبل. اندبندنت فاريبل يعني ايه؟ يعني حاجه لا تعتمد اندبندنت فاريبل، يعني خاصيه لا تعتمد على حاجه ثانيه لوحدها كده، خاصيه مستقله بيسموها خاصيه مستقله، زي ضغط الجو. ضغط الجو ما اعتمدش على حد، انت قيس ضغط الجو بتاعك كده، درجه حراره الجو دي ما اعتمدش على اي حد، ودي بيسموها اندبندنت فاريبل، خاصيه مستقله. بينما في ديبندنت فاريبل خاصيه بتعتمد على حاجه ثانيه، زي درجه غليان الميه. درجة غليان المية بتعتمد على ضغط المية بكام؟ أنت قول لي ضغط المية بكام؟ أقول لك درجة غليان بكام؟ درجة المية بالضغط الجوي يبقى درجة غليان ب 100 درجة مئوية، ضغط المية أعلى من الضغط الجوي يبقى درجة غليان المية أعلى من 100 درجة مئوية، درجة غليان ضغط المية أقل من الضغط الجوي يبقى درجة غليان المية أقل من 100 درجة مئوية، دي سماها ديبندنت فاريبل. يبقى أنا عندي اندبندنت فاريبل خاصية ما تعتمدش على حد، تعتمد على نفسها بس. ديبندنت فاريبل خاصية بتعتمد على خواص أخرى في القياس. كمان كثافة الهواء بكام؟ قال لك قول لي الضغط بكام وانا اقول لك درجه الحراره بكام، ودرجه الحراره بكام وانا اقول لك الكثافه بكام. كثافه الهواء بتعتمد على الضغط ودرجه الحراره. في كنترول فاريبل، وانت بتغلي الميه انت بتتحكم في مين عشان تعرف درجه الغليان؟ بتتحكم في الضغط الواقع عليه. لما تتحكم في الضغط الواقع على الميه يبقى انت اتحكمت في درجه حراره غليان الميه، عشان كده الضغط هو يمثل كنترول، انت تتحكم في الضغط ما تتحكمش في درجه الغليان. يبقى انت تتحكم في درجه الغليان عن طريق ان انت تتحكم في ضغط الميه اللي عندنا. اكسترونس فاريبل يعني متغيرات تشتتيه زي الضوضاء والنويز، لو انت عايز تقيسها الضوضاء بتيجي من اكتر من مصدر فبيخشوا في بعض، وبالتالي ما تعرفش تقيس اي حاجه فيها. دي اسمها اكسترونس اللي هي النويز والانترفيرنس. كاليبريشن، كاليبريشن يعني معايره. يعني ايه كلمه معايره؟ كلمه معايره انا رحت اشتري جهاز قياس وعاوز اقيس بيه، فقبل ما اقيس بيه لازم اطمن جهاز القياس ده
هو بيطلع ارقام صحيحه ولا لا. اعايره، معنى اعايره يعني ايه؟ يعني اخليه يقيس حاجه معلومه، يعني مثلا اشتريت ترمومتر اخليه يقيس درجه حراره انا عارفها ب 40 واشوف الترمومتر يطلعها بكام؟ طلعها ب 40 ولا طلعها ب 41 ولا طلعها ب 39؟ فده اسمه معايره. معايره يعني انت بتاخد الجهاز اللي عندك وتخليه يقيس ارقام معلومه، والارقام المعلومه دي من خلالها تقدر تحدد الجهاز بتاعك ده قرايته كانت صحيحه ولا كانت خطا. ده هو الجهاز اللي عندنا الاصلي، ولما بدات تقيس بتطلع الارقام حوالين منها، يعني في نسبه خطا اللي احنا هنسميها بعد شويه الانسرتينتي بتاعت الجهاز، هي نسبه الخطا بينها وبين التروفال. الكالبريشن دي نوعين، استاتيك ودايناميك. استاتيك يعني ايه؟ يعني احنا بنقيس خواص لا تعتمد على الزمن، لا تتغير بتغير الزمن. احنا رايحين نقيس خاصيه لا تعتمد او لا تتغير بتغير الزمن، زي درجه حراره الجو، زي ضغط الجو، دي خواص ثابته مع التايم. بينما دايناميك معناها ان انت بتقيس خواص بتتغير مع التايم. زي ايه بتغير مع التايم؟ تخيل ان احنا عندنا ميه وعايزين نسخنها وعايزين نقيس درجه حراره، فكل لحظه عندنا درجه حراره مختلفه، يعني درجه حراره الميه بتتغير بتغير الزمن عندنا. يبقى استاتيك كاليبريشن احنا بنعمل معايره لخواص ما بتتغيرش مع الزمن، بينما دايناميك كاليبريشن بنعمل معايره لجهاز بيقيس خواص تتغير مع الزمن. لو انت تخيلت ان ده الانبوت وده الاوتبوت، يعني ايه؟ يعني الترمومتر اللي بيقيس درجه حراره انا حطيته في تلج درجه حرارته صفر، يبقى انت عملت انبوت درجه حراره تلج بصفر. هو يطلع ايه؟ هو يحرك الزئبق على الماسوره، حركها سنتي ولا 2 سنتي ولا 3 سنتي، فالانبوت تبقى درجه حراره والاوتبوت المسافه اللي اتحركها الزئبق على الماسوره اللي عندنا. كل سنتي 2 سنتي 3 سنتي زي ما انت عارف. فاذا الانبوت اللي انت بتقيسه ايه؟ درجه حراره التلج. الاوتبوت الجهاز هيعرض ايه؟ هيعرض المسافه اللي مشيها على الماسوره اللي عندنا. لو انت رسمت العلاقه دي تطلع العلاقه بين الانبوت والاوتبوت، المتغيرات بين الدخل والخارج للجهاز، فبنعرف حاجه اسمها السنسيتيفيتي، حساسيه الجهاز. هو معدل تغير الخارج بالنسبه للدخل، معدل تغير الخاصيه عند الخروج على بالنسبه للخاصيه عند الدخول. معدل تغير الاوتبوت بتاع الجهاز بالنسبه للانبوت بتاع الجهاز، هو عباره عن معدل تغير المحور الراسي بالنسبه للمحور الافقي، هو تفاضل الدي واي باي دي اكس. الدي واي باي دي اكس بيسموها السنسيتيفيتي، حساسيه الجهاز، يعني انت كل ما تغير درجه حراره الميه بدرجه واحده مئويه، المسافه على الزئبق هيمشي كام؟ 1 سم، 2 سم، 3 سم، هو ده اسمه معدل تغير الاوتبوت بالنسبه للانبوت. هو دي واي باي اكس، دي اسمها السنسيتيفيتي. الجهاز اللي عندنا ده اهو الترمومتر على سبيل المثال، نديله درجات حراره من كام لكام؟ وانت بتشتري الجهاز الراجل بيقول لك الجهاز ده بيقيس من صفر ل 100، يبقى انت كل درجات الحراره اللي انت هتقيسها هي من صفر ل 100، لا تزيد عن ال 100 ولا تقل عن الصفر. كل درجات الحرارة اللي انت هتقيسها من صفر ل 100، لا تقل عن الصفر ولا تزيد عن 100، لو قلت عن الصفر الجهاز مش هيحس بيها، لو زادت عن ال 100 الزئبق هيطلع في الماسورة ويطلع بره الرينج اللي انت بتقيس عليه، فالانبوت الرينج بتاع الانبوت بتاع الجهاز من صفر ل 100، طب والاوتبوت طول الماسورة كام؟ 10 سم، يبقى الزئبق المفروض ما يمشيش أكتر من 10 سم، فالرينج بتاع الاوتبوت هو الواي ماكسيمم ناقص الواي مينيمم، الخارج اكبر خارج ناقص اقل خارج اللي هو طول ماسوره الزئبق اللي عندنا، بيسموها الفول سكيل. فول سكيل يعني الجهاز ده ما يتحركش اكتر من 10 سم، اكتر من 20 سم، اكتر من 30 سم، هو ده اسمه الفول سكيل. يبقى انا عندي انبوت رينج وعندي اوتبوت رينج. انبوت رينج انت بتدخل للجهاز درجات حراره، يبقى الرينج بتاعها من كام لكام، وبتاخد من الجهاز حركه الزئبق، يبقى الرينج بتاع الزئبق من كام لكام. ده طبعا على سبيل المثال اللي احنا بنتكلم على الترمومتر الزئبق. عندنا شويه تعريفات بقى، اكيوريسي وبريسيشن. اكيوريسي وبريسيشن، ايه الاكيوريسي؟ دقه الجهاز. يعني ايه دقه الجهاز؟ دقه الجهاز يعني انت دلوقتي جبت جهاز ورحت قست درجه حراره معلومه انها 40، هو هيقرا ال 40 دي كام؟ يقرا 40 ولا 39 ولا 41؟ هيقراها كام؟ فالاكيوريسي هي الفرق بين
القيمة الفعلية ناقص القيمة المقاسة. انت حضرتك بتقيس كام وهي اصلها كان المفروض تبقى كام؟ انت بتقيس درجة حرارة كام، الجهاز بيطلع درجة حرارة كام، واصل الموضوع الترو فاليو بتاعنا كانت قيمته بتساوي كام. ده اسمه الاكيوسي، ليها علاقة بالترو فاليو، الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الفعلية للمتغير هي دي اسمها الاكيوسي بتاعة الجهاز. اما البريسيشن لا، البريسيشن مش كده خالص، البريسيشن يعني دقة برضه، لكن دقة الجهاز في حالة إعادة التجربة، يعني أنا قيس درجة الحرارة طلعت 40، لو قيستها مرة تانية تطلع 40 برضه ولا تطلع 39؟ تطلع كام؟ فالبريسيشن له علاقة بإعادة التجربة من تاني، أنت هتعيد التجربة من تاني، وبالتالي وتقيس درجة الحرارة تطلع هي نفسها ولا في فرق بينها؟ فلو حبينا نحطهم الاثنين على رسمة واحدة، تخيل إن الدايرة دي هي الترو فاليو، الدايرة اللي في النص دي هي القيمة الفعلية. وانا قست بالجهاز بتاعي ثلاث مرات، الثلاث مرات جم عند الترو فاليو، فبتقول ان الجهاز ده طالما قرا القيمه الفعليه صحيحه يبقى الاكيورسي بتاعته عاليه. رقم اثنين، طالما عدت التجربه ثلاث مرات وقرا نفس القيمه يبقى البريسيشن بتاعه عالي، يبقى الجهاز ده هاي اكيورسي هاي بريسيشن. يبقى البريسيشن لها علاقة بعملية إعادة التجربة، إن أنت عدت التجربة ثلاث مرات حصلت على نفس القراءة اللي عندك. الجهاز الثاني ده هو أنت لما تيجي تقرا قريت ثلاث أرقام طلعوا هنا، ده معناه إيه؟ لما قريت الرقم وطلع هنا طلع بعيد عن الترو فاليو، ولما هو بعيد عن الترو فاليو معناه إن في خطأ بين الترو فاليو وبين القيمة المقاسة، فالأكيورسي بتاعته وحش، هو لو أكيورسي. بينما لما عدت التجربه ثلاث مرات طلعت نفس القيمه، فمعناه البريسيجن بتاع هذا الجهاز عاليه، برسيجن لانه بيعيد، لما تعيد قياس الخاصيه هي يطلع نفس القيمه اللي عندنا، وده علاجه ان انت تعرف بس الفرق بين القيمه دي والقيمه دي كام، وبالتالي لو ضفتها او طرحتها منها تطلع بالترو فاليو. يبقى الجهاز ده هو طالما قست بعيد عن الترو فاليو يبقى الاكيورسي وحشه، طالما قست ثلاث مرات وكل مره نفس الخاصيه يبقى البريسيجن بتاعه عالي. الجهاز الثالث ده هو ان احنا عندنا ده ترو فاليو وقسنا ثلاث مرات، وجدنا ان الثلاث مرات دول بعيد تماما عن الترو فاليو. طالما قسنا بعيد عن الترو فاليو يبقى الاكيورسي بتاعتنا دي وحشه. رقم اثنين، قسنا ثلاث مرات كل مره تديك قيمه يبقى البريسيجن كمان وحش، يبقى الجهاز ده اوحش جهاز عندنا، لا له دقه لا له اكيورسي ولا له بريسيجن. يبقى ايه الفرق بين الاكيورسي والبريسيجن؟ الاكيورسي لها علاقه بالترو فاليو، انت فين من الترو فاليو؟ القيمه المقاسه بالنسبه للترو فاليو كام؟ الفرق بينهم بكام؟ هو ده اسمه الاكيورسي. اما البريسيجن له علاقه ان انت عدت التجربه مرتين او ثلاثه، كل مرة لو طلعت نفس القيمة يبقى خلاص الجهاز ده بيقرا نفس الرقم كل مرة، لكن لو طلعت أرقام مختلفة يبقى الأكيورسيشن بتاعها بيكون ضعيف. ده أكيورسي أند بريسيشن. الريزوليوشن، إيه الريزوليوشن دي بقى إن شاء الله؟ الريزوليوشن المقصود بيها أقل رقم ممكن يقراه الجهاز. يعني أنت رحت اشتريت جهاز، الجهاز ده أهو ديجيتال أو أنالوج. الريزوليوشن معناها اقل رقم بيقراه الجهاز. فلو بصيت على الاجهزه اللي على الشمال دي اللي هي ديجيتال تلاقي الجهاز ده بيقرا من 10، يعني يقرا 1 من 10 2 من 10 3 من 10 4 من 10، فالانكريمنت بتاعه 1 من 10 جزء من 10، بينما الجهاز ده بيقرا جزء من 100، 52% 53%، فاقل قيمه بيقراها 1 من 100، معناها ان الخطا هنا يبقى من 10 بينما الخطا هنا من 100، 1% 2% 3%، فالجهاز ده الدقه بتاعته اعلى، البريسيشن الريزوليوشن بتاعته بيكون اعلى. فمعنى كلمه الريزوليوشن معناها اقل قيمه ممكن يقراها الجهاز،
اقل قيمه ممكن يزودها جهاز الديجيتال عندنا. فده من 10 وده من 100 بقى الجهاز ده هو الافضل اللي هو من 100 عندنا. ده بالنسبه للديجيتال. ده موضوع نسأله، ده موضوع تاني بقى. الانالوج ده مشكلته ايه؟ ان المؤشر لو وقف بين شرطتين هتقرا عني فيهم. فقال لك والله لو انت خدت قلت كل شرطه من دول بكام؟ يعني دي مثلا من 0 ل 50 وخمس مسافات، يبقى كل مسافه من دول ب 10. يعني انت لما تيجي تبص على الشرطتين دول هتلاقي المسافه دي ب 10، معناها انك لو غلطت هتغلط في 10 بريشر ولا حاجه، 10 بي اس ار. بينما ده من 0 ل 20 كل مسافه ب 2، يعني المسافه هنا ب 10 بينما المسافه هنا ب 2. فعني يديك نتيجه ادق؟ لا، دي اللي يديني نتيجه ادق، لان المسافه اصغر ما يمكن ب 2 واصغر مسافه هنا ب 10. فلما تغلط هتغلط في 2 بار مش هتغلط في 10 بار، وبالتالي يبقى كل ما قلت المسافه، كل ما قلت قيمه المسافه الواحده، ده معناه ان الريزوليوشن بتاع الجهاز ده بيكون كويس. يبقى كلمه ريزوليوشن يعني اقل قيمه بنقراها من هذا الجهاز، اقل قيمه نقراها من الجهاز ده سواء ديجيتال او انالوج. ديجيتال هنا بنقرا حاجه من 10، هنا بنقرا حاجه من 100، يبقى من 100 ده هو الافضل. هنا كل ما صغرت قيمه المسافه بين شرطتين دي، كل ما صغرت كل ما حصل ان الدقه بتاعت الجهاز بقت اعلى. طيب نعرف قيمه المسافه دي ازاي؟ المسافه دي 10 ولا 20 ولا 30 ازاي؟ قال لك هو دايما يديك الفول سكيل، فول سكيل 300، ويديك عدد الشرط اللي عندنا 30، ف 300 على 30 مسافه يطلع ان المسافه ب 10، المسافه الواحده ب 10 بي اس ار. هنا 120 الفول سكيل ب 120، وهيديك 60 مسافه ب 120 لفول سكيل على عدد المسافات، تطلع كل مسافه ب 2 بار ولا 2 بي اس اي ولا 2 درجه حراره، وبالتالي يبقى الريزوليوشن بتاعنا هناك احسن من كده. ده اسمه الريزوليوشن. سورس اوف ايرور، مصدر الخطا. مصدر الخطا يعني ايه؟ يعني احنا عندنا بنجري التجربه فالنتيجة بتاعتنا بتطلع غلط ليه؟ قال لك في أخطاء في التجربة، في أخطاء في جهاز القياس، في أخطاء بالراجل اللي بيقوم بالتجربة. فعندنا السورس بتاع الايرور بنقسمه خمس أقسام. السورس بتاع الايرور رقم واحد الهايست ريسز ايرور. هايست ريسز ايرور ده بيقول إيه؟ بيقول أنا جبت ترمومتر أقيس بيه 10 درجات حرارة، 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. جبت ترمومتر بيقيس 10 درجات حراره. 10 درجات حراره دول رتبتهم ترتيب تصاعدي، يعني صفر هيقيس صفر، بعدين هيقيس 10، بعدين هيقيس 20، بعدين هيقيس 30، بعدين هيقيس 40، بعدين هيقيس 50، لحد ما اوصل ل 100. ده بيسموه اب سكيل. اب سكيل ان انت رتبت الارقام ترتيب تصاعدي، وبعدين هي نفس الارقام بس رحت مرتبها ترتيب تنازلي. هقيس ال 100 الاول، بعدين هقيس ال 90، بعدين هقيس ال 80، بعدين هقيس ال 70، وانت ماشي لحد صفر. فاسمه داون سكيل. المفروض ان الجهاز كان يديني نفس القيمه، كان يديني نفس الارقام. وجدت ان الجهاز لما ترتبهم ترتيب تصاعدي يديك ارقام، ولما ترتبهم ترتيب تنازلي يديك ارقام ثانيه. ده معناه ان الجهاز بيتاثر بترتيب الارقام، هو هيقيس مين بعد مين، وده معناه ان في خطا ناتج نتيجه ترتيب الارقام سواء كانت تصاعديه او تنازليه. والخطا ده يمكن حسابه من القيمه المقاسه في الترتيب التصاعدي ناقص القيمه المقاسه في الترتيب التنازلي. وطبعا موجب ولا سالب هو خطا، الخطا بتاعنا بالموجب او بالسالب مش فارقه معانا حاجه. الخطا الثاني اسمه اللينياريتي. يعني ايه اللينياريتي بقى؟ الجهاز بتاعنا كان المفروض ان يدينا قراءات في شكل خط مستقيم. اشمعنى خط مستقيم؟ لان الخط المستقيم الوحيد اللي الميل بتاعه ثابت، عشان كده السنسيتيف بتاع الجهاز حاجه واحده ما بتتغيرش. فلازم يكون النتائج الاول بتخط مستقيم عشان الميل يكون ثابت اللي هي حساسيه الجهاز اللي عندنا. لكن بنجد في الطبيعه ان الخط بتاعنا ما بيطلعش خط مستقيم، بيطلع خط منحنى. الخط اللي عندنا ده هو عباره عن خط منحنى. فاصبح في فرق بين النتيجه الفعليه اللي انا خدتها من الجهاز والنتيجه اللي كان المفروض يديها لنا الجهاز. الفرق ده بيسموه خطا نتيجه اللينياريتي. خطا ده بيساوي الواي اللي طلعت فعلا ناقص الواي لو كانت العلاقه بينهم علاقه خط مستقيم.
يبقى النوع الثاني من الخطأ اسمه اللينياريتي ايرور. اللينياريتي ايرور هو الخطأ الناتج عن عدم خروج الداتا من الجهاز في صورة خط مستقيم. كان المفروض الداتا تطلع خط مستقيم لان هو الوحيد اللي السنسيتيفيتي بتاعته ثابته اللي هو ميل الخط المستقيم، لكن بنجد ان القراءات بتطلع في شكل منحنى. المنحنى ده اهو في فرق بينه وبين الخط المستقيم، وبالتالي يبقى في ايرور نتيجه عدم خروج الداتا في شكل خط مستقيم. الثالث السنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي بتاع الجهاز بتتاثر باستعمال الجهاز. انت كنت شاري الجهاز والسنسيفت هو الخط الاسود اللي في النص ده، مع استعمال الجهاز تلاقي السنسيفت يا اما بتميل الناحيه دي يا اما بتميل الناحيه دي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الجهاز اصبح قرايته اصبح فيها نوع من الخطا نتيجه تغير السنسيفتي بتاعته في ظروف التجارب اللي احنا بنشتغل بيها. يبقى السنسيفتي بتاعتنا لما بتتغير قرايه الجهاز كلها بتتغير عنها، اسمها سنسيفتي ايرور. النوع الثالث او الرابع اسمه زيرو شيفت ايرور. رحت اجيب ترمومتر وحطيته في تلج درجه حرارته صفر، لقيته بيقرا 3 بيقرا 4 بيقرا 5 او سالب 3 سالب 4. بيسموها زيرو شيفت ايرور. يعني ايه؟ يعني الجهاز الصفر بتاعه مش عنده صفر، ده هو مترحل يا اما بالسالب يا اما بالموجب. زيرو شيفت ايرور يعني الزيرو بتاع الجهاز مترحل، فعمل لي خطا في كل القرايات اللي جايه بعد كده، لان اصلا بدايه القرايات كلها مترحله بقيمه اسمها الزيرو شيفت. الخامس عندنا والاخير اسمها الريبتابيليتي. ريبتابيليتي ايرور يعني ايه؟ رحت اعمل تجربه ولقيت نفسي بقيس الارقام بتاعت التجربه طلعت بالارقام بالخط الاسود اهو، عدت التجربه تاني طلعت الخط اللي تحت، عدت التجربه تاني طلعت الخط اللي فوق، معناها انك كل ما تعيد التجربه في قرايه، كل ما تعيد التجربه في نتيجه. طب وانت تتصرف ازاي؟ قال لك تعمل التجربه اكتر من مره وتاخد المتوسط بتاعهم عشان تقلل الخطا، لان واضح طبعا الجهاز بتاعك ما هواش مظبوط. ده اسمه ريتم. يبقى هم دول الخمس انواع او الخمس مصادر للايرور اللي عندي. واحد الهايستريسيس، ده نتيجة ترتيب الأرقام، ترتيب تصاعدي أو ترتيب تنازلي، الفرق بينهم يطلع فيه ايرور. رقم اثنين اللينياريتي، كان المفروض الجهاز يدينا لينير ما اداناش لينير، ففي فرق بين الاثنين يبقى اسمه لينير. ثلاثة السنسيتيفيتي، حسيت الجهاز بيتغير مع تغير الوقت يبقى السنسيتيفيتي بتاعتنا بتتغير يبقى قراية الجهاز بتتغير. أربعة اللي هي الزيرو شيفت ايرور، إن الصفر بتاع الجهاز مترحل بالموجب أو سالب يخلي الرايات كلها بتاعت الجهاز متغيرة. وآخر حاجة عندنا الريبتابيليتي اللي هي إعادة التجربة اللي عندنا بتدي نتيجة مختلفة. لما نيجي نحسب الخطأ في الجهاز اللي عندنا نحسبه إزاي؟ قال لك أصل مش معقول إن هم كلهم يحصلوا في وقت واحد فما نقدرش نجمعهم، فنعمل إيه؟ فنضطر نعمل كده، نعمل المحصلة بتاعتهم الجذر التربيعي لمجموع الخطأ ده تربيع زائد الخطأ ده تربيع زائد الخطأ ده تربيع زائد الخطأ ده تربيع. ده اسمه الإيرور اللي عندنا. ونعرف بقى إن الإيرور ده هو عبارة عن الميجرد فاليو ناقص ترو فاليو، القيمة اللي أنت قستها ناقص القيمة الحقيقية. ده اسمه إيه؟ ده اسمه الإيرور اللي عندنا. الاكيورسي واحد ناقص الايرور. ركز بقى معايا كده، في لفظين هنفضل بيهم طول السنه، الاكيورسي والانسرتينتي. الاكيورسي لما جبت الجهاز واقول لك ده الاكيورسي بتاعته 3%، يعني 3% يعني نسبه الخطا في الريال بتاعته 3%، يعني دقته تبقى كام؟ 97%. يبقى لما اجيب لك جهاز مكتوب عليه 3% بالموجب والسالب، ده معناه ان الخطا 3% ويبقى الاكيورسي بتاعتنا تبقى 97%. طب لو كان الجهاز مكتوب عليه 5% يبقى الايرور 5% والاكيورسي بتاعتنا 95%. الايرور 5% بيسموها الانسرتينتي. انسرتينتي هي الايرور اللي عندي. انسرتينتي ب 5% يبقى الاكيورسي ب 95%. الانسرتينتي ب 2% يبقى الاكيورسي ب 98%. وانت ماشي بقى الاكيورسي زائد الانسرتينتي هي 100% بتوع الجهاز. انت الاكيورسي بتاعتك 90% يبقى الانسرتينتي الخطا في القرايه بتاعتنا كام؟ 10%. دول اسمهم uncertainty والاكيورسي. دي كانت مقدمة بسيطة خالص خالص على شابتر 1. مقدمة بسيطة خالص خالص على شابتر 1.
يبقى المقدمة اللي عندنا دلوقتي على شابتر واحد هي عبارة عن شوية تعريفات بسيطة خالص عن موضوع القياسات. في عندنا شوية حاجات بسيطة كده عن السنسيتيفيتي. احنا اتفقنا ان السنسيتيفيتي دي عبارة عن ايه؟ احنا قلنا كده لو انت عندك الانبوت بتاعنا ادا اكس وادا واي وادا الاوتبوت اللي عندي علاقة بين الواي والاكس، فان السنسيتيفيتي اللي عندنا ما هي الا دي واي باي دي اكس. ده هو ميل المنحنى اللي عندنا، دي واي باي دي اكس، دي تماثل السنسيتيفيتي اللي عندنا. ده لو انت عندك علاقة مباشرة بين الاكس وبين الواي. طيب احنا ساعات ما يجيلناش علاقة مباشرة، يجينا مجموعة من النقط زي كده. لو احنا شفنا المسألة دي كده بيقول الآتي، بيقول عندنا اكس وعندنا واي، كانت الاكس دي انبوت بالسنتي وكان الواي بالفولت، فوجدنا ان نص واحد اتنين خمسة دي هي تمثل الاكس، الواي اتنين وتسعة من عشرة، تلاتة ونص، اربعة وسبعة من عشرة، وهنا تسعة. وكنا عاوزين نحسب السنسيتيفيتي بتاع الجهاز ده اهو عند اكس بواحد واكس باتنين واكس بنص كمان نص وواحد واكس باتنين. تفتكر السنسيتيفيتي بتاعتنا تبقى بكام؟ عند اكس بنص وواحد واتنين بس كده. ايه المشكلة في دي؟ المشكلة ان دي ارقام نقاط معينة، بينما دي كانت منحنى. فلما تيجي تحسب السنسيتيفيتي دي واي باي دي اكس، فين الواي اللي هنفاضلها؟ ما عندناش واي نفاضلها، فنضطر بقى نستعين كده بمعلومات الرياضه. اس بتساوي دي واي باي دي اكس، مانيش عارف افاضل الواي بالنسبه للاكس لاني ما عنديش علاقه متصله، فقلنا خلاص هنحول دي واي باي دي اكس الى دلتا واي باي دلتا اكس، فرق الواي على فرق الاكس. يبقى السنسيتيفيتي عندنا بدل ما هي دي واي باي دي اكس لو كانت داله متصله هتبقى فرق الواي على فرق الاكس لما تكون ارقام اللي عندنا. ونبدا كده مع بعض، اد اكس بتساوي نص، لو رحت عند اكس بتساوي نص يبقى اس بتساوي دلتا واي باي دلتا اكس عند اكس بتساوي نص. طب نفك دلتا دي ازاي؟ دلتا دي عباره عن فرق. قال لك انت بتحسب عند اكس بنص، سمي النقطه دي ار، والنقطة اللي بعد منها اي زائد الواحد، يعني دي النقطة رقم اي، دي النقطة رقم اي زائد الواحد، يعني لو دي واحد يبقى دي النقطة رقم اتنين. وفك ده بقى، القانون اللي عندنا هو عبارة عن واي اي زائد الواحد ناقص واي اي على اكس اي زائد الواحد ناقص اكس اي. يبقى السنسيتيفيتي اللي هي تمثل دي واي باي دي اكس بقت دلتا واي باي دلتا اكس. انا عايز اعملها عند اكس بتساوي نص، هي دي النقطة رقم اي، النقطة رقم اي هي دي اي اللي بعد منها تبقى اي زائد الواحد. تفك بقى القانون اللي عندك ان السنسيتيفيتي هي واي اي زائد الواحد ناقص واي اي على اكس اي زائد الواحد ناقص اكس اي. هو ده القانون اللي هنفك بيه السنسيتيفيتي على طول. يبقى الكلام ده بيساوي واي اي زائد الواحد ناقص واي اي 3 ونص ناقص 2 وتسعة من عشرة على اكس اي زائد الواحد 1 ناقص نص، تطلع القيمة اللي عندنا 6 من عشرة، 6 من عشرة على 5 من عشرة تطلع 1 و2 من عشرة. ولو عايز تحط لها وحدة الواي على وحدة الاكس تبقى فولت لكل سنتي. هي دي تمثل السنسيتيفيتي بتاعة الجهاز عند اكس بتساوي نص لو انت عاوز تحسبها. طيب تعالى نروح، لو انت كنت عايز عند اكس بواحد يبقى السنسيتيفيتي هي دلتا واي باي دلتا اكس عند اكس بتساوي واحد. اروح اسمي الجديد اهو، الواحد اي
واللي بنيل بعد منها اي زائد الواحد، يبقى الاس بتساوي واي عند اي زائد الواحد ناقص واي اي على اكس اي زائد الواحد ناقص الاكس اي. يبقى السنسيتيف ده هتساوي واي اي زائد الواحد 4.7 ناقص 3.5 على اي زائد الواحد 2 ناقص الواحد. تطلع السنسيتيف اللي عندنا 1.2 على 1، تطلع 1.2 برضه فولت لكل سنتي. ده يمثل السنسيتيفتي عند اكس بتساوي 1. تعالى نروح عند اكس بتساوي 2. لو انا رحت عند اكس بتساوي 2 اقول له كده نفس الكلام بقى، رقم 50 هات الاكس تساوي 2، يبقى السنسيتيفتي دلتا واي باي دلتا اكس عند اكس بتساوي 2، يبقى 2 دي هي الاي والخمسه دي هي الاي زائد الواحد، تبقى واي اي زائد الواحد ناقص واي اي على اكس اي زائد الواحد ناقص الاكس اي. يطلع الكلام ده بيساوي واي اي زائد الواحد ب9 ناقص 4.7 على 5 ماينص 2 1 4 3 فولت لكل سنتي. هي دي مفهوم السنسيتيفتي بتاع الجهاز وازاي بنحسبها لما يكون عندنا نقط ما عندناش داله. طبعا لو كان عندنا داله واي داله من الاكس كنا على طول مباشره عملنا ايه؟ كنا فاضلنا بالنسبه الى اكس. دي هي الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها هي الريزوليوشن. اتفقنا من شويه ان الريزوليوشن دي تمثل ايه؟ الريزوليوشن هي عباره عن اقل رقم ممكن نقراه من على الجهاز. تخيل كده معايا الانولر دي عباره عن مؤشر، وهنا من صفر هنا 10 هنا 20 هنا 30 هنا 40 هنا 50 هنا 60. الجهاز ده بيقرا من 0 ل 60، وكل واحده من دول متقسمه خمس مسافات اهو، بحيث ان دي 0 2 4 6 8 8 اهو، قالوا كده. والمؤشر عندنا اهو، فبنقول لو انا عايز اعرف كل مسافه من دول باتنين اهو المؤشر بتاعنا دي. لما بيجي المؤشر هنا بين الاربعه والسته اكبر خطا ممكن نغلط فيه هو نص المسافه دي، من اربعه لسته يا هنقول اربعه يا هنقول خمسه يا هنقول سته، فاكبر خطا هي بخمسه تقريبا، اكبر خطا عندنا يبقى الواحد. عايزين نحسبه الخطا ده، نحسبه ازاي؟ قال لك والله الاول نجيب المسافه دي كده هي باتنين دي، نحسبها ازاي مسافه باتنين؟ قال لك خلاص، ما هو من 0 ل 10 5 مسافات كل مسافه ب2، ما انا مش هديك من 0 ل 10 بالدرجه دي. انما اقول لك الجهاز بيقيس من 0 ل 60 اللي بيسموها الفول سكيل. الفول سكيل من 0 ل 60، واقول لك الجهاز متقسم 100 قسم، يبقى كل قسم بكام؟ قال لك والله يبقى الاول الريزوليوشن احنا هنغلط في نص مسافه، نص بيسموها انكريمنت. أكبر خطأ عندنا هو نص مسافة. إنكريمنت يعني. طيب يبقى المسافة دي نجيبها إزاي؟ لو أنا مديك من 0 ل 10 خمس مسافات يبقى كل مسافة باتنين. أنا مش هديك كده. أنا هديك أهو ريزوليوشن هي نص الإنكريمنت، هنجيبها إنها الفول سكيل اللي هو 60 على النمبر اوف ديفيجنز عدد المسافات او التقسيمات، هي دي اسمها ريزوليوشن. الفول سكيل 60 على عدد التقسيمات اللي عندنا 30 مثلا، يبقى كل مسافه بتاعتنا باتنين نصها بواحد. طيب لو كانت 60 على 60 يبقى بواحد، يبقى نصها بنص. يبقى الاول نجيب المسافه اللي عندنا، نجيب المسافة اللي عندنا إنها عبارة عن الفول سكيل على عدد التقسيمات اللي عندي. كده يبقى أنا جبت المسافة بكام؟ نصها، يبقى هو ده الريزوليوشن اللي عندي. نص الفول سكيل
على number of deviations عدد التقسيمات اللي عندنا. عشان كده لما نبص على المسألة 1-4 يقول لي الآتي، يقول لي أفولتا بيتر has 100 scale deviation، النمبر اوف ديفيشنز عدد التقسيمات بتاعته ب 100، and فول سكيل ريدنج، والفول سكيل بيقرا عندنا 100 فولت. قول لنا يا ترى الريزوليوشن يبقى بكام؟ فاقول له الريزوليوشن هو عبارة عن نص الفول سكيل على النمبر اوف ديفيشنز عدد المسافات، يعني نص الفول سكيل ب 100 و 100 يطلع نص بس كده. 100 على 100 بواحد، نص نص ايه؟ بيقرا فولت، يبقى نص فولت. يبقى الريزوليوشن بتاع هذا الجهاز نص فولت. الريزوليوشن بتاع الجهاز ده بنص فولت. طيب لو رحنا ل 1-5 يقول لي ايه 1-5؟ يقول لي a moving coil ammeter، الاميتر ده بيقيس التيار الكهرباء، has a uniform scale with 50 deviations، النمبر اوف deviations عدد المسافات ب 50، and كان كمان الفول سكيل ب 10 امبير. قول لنا الريزوليوشن يبقى بكام؟ الريزوليوشن تعريفه نص الفول سكيل على النمبر اوف ديفيشنز. يبقى الريزوليوشن هي نص فول سكيل ب 10 على 50، 2 من 10 يبقى 1 من 10 أمبير. يبقى الريزوليوشن 1 من 10 أمبير. 1 من 10 أمبير. دي غلطة، دي خمس في الشابتر اللي معاك، لا هي نص. نص 1 من 10 أمبير. دي 2 من 10، نصها 1 من 10. ده كلام كويس. ضرب 1-6 يقول لي ايه في 1-6؟ يقول عندنا جدول كده، صفر
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هنا واحد من عشرة، واحد وواحد من عشرة، اثنين وواحد من عشرة، ثلاثة، أربعة وواحد من عشرة، خمسة. لما عدنا الترتيب خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر، وجدناها خمسة أربعة واثنين من عشرة، ثلاثة واثنين من عشرة، اثنين واثنين من عشرة، واحد واثنين من عشرة، واثنين من عشرة. يقول لي قول لنا فين أكبر خطأ؟ فين أكبر إيرور؟ إمتى حصل أكبر إيرور؟ لو الجهاز كان بيقرا صفر ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ تفتكر أكبر إيرور عندنا يبقى فين؟ ده هو السؤال بتاعه. عندنا شوية أرقام رتبها ترتيب تصاعدي، ورجع رتبها ترتيب تنازلي، وخد القرايات وأصدرها بالمنظر ده. قول لنا فين أكبر خطأ؟ عشان نحدد أكبر خطأ هنضطر نعمل له جدول تاني. الجدول التاني ده بيقول الآتي، إن إحنا هنحط كده أهو الإكس، الإكس صفر، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. جنب منها الواي اب سكيل، الارقام اللي حصلنا عليها في الاب سكيل. هنا واحد من عشرة، واحد وواحد من عشرة، اثنين وواحد من عشرة، ثلاثة، اربعة وواحد من عشرة، خمسة. وهنحط جنب منها الواي داون سكيل. نرتبها بقى. دي القرايات في الداون سكيل، عند صفر بكام؟ اتنين من عشرة. عند واحد بكام؟ واحد واتنين من عشرة. عند اتنين باتنين واتنين من عشرة. عند تلاتة بتلاتة واتنين من عشرة. عند أربعة بأربعة واتنين من عشرة. عند خمسة بخمسة. وبعدين نحسب الايرور، هو الواي أب سكيل ناقص الواي داون سكيل. يبقى واحد من عشرة بالسالب واحد، واحد من عشرة ناقص اتنين من عشرة بسالب واحد من عشرة، واحد واحد من عشرة ناقص واحد من عشرة بسالب واحد من عشرة، اتنين واحد من عشرة سالب اتنين واتنين من عشرة سالب واحد من عشرة، تلاتة سالب تلاتة واتنين من عشرة سالب اتنين من عشرة، أربعة وواحد سالب أربعة واتنين يبقى سالب واحد صفر. مش مهم عندنا بالموجب ولا بالسالب، الخطأ خطأ سواء كان بالموجب أو كان بالسالب. فين أكبر خطأ حصل؟ أكبر خطأ حصل عند التلاتة اللي عندنا، عندي لما كان الجهاز بيقرا تلاتة هو ده أكبر خطأ حصل عندنا. دي كانت المحاضرة الأولى في مقرر القياسات، وده كان شابتر واحد. إن شاء الله أشوفكم المحاضرة اللي جاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.